نويت أن أؤدي لله تعالى أربع تكبيرات: صلاة الجنازة، فرض الكفاية، الثناء لله تعالى والصلاة على النبي، والدعاء لهذا المجد متوجها إلى جهة الكعبة الشريفة. الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.